مع كل يوم تصل شاحنة جمع الحليب إلى هذا المكان. هذه نتيجة يوم كامل من العمل، لكن المجهودات التي تقابلها كبيرة جداً. منذ 3 عقود يستمر عدال مجاهد في وظيفته التي لم تعد بالنسبة له مجرد مهنة أو مصدر رزق فقط. أنا صاحب مهنة هذه عدال مجاهد فلاح مزرعة هذه مدة 30 سنة. بلا ندخل في التطور هذا تاع الأبقار هذه، مشيت باش نطور المهنة هذه تاع بقرة الحلوب هذه، مشيت لقرض تحدي. مع توالي السنوات طور مجاهد مشروعه شيئا فشيئا ووسعه مقحما معه أفراد عائلته. أعطوني قرض تحدي باه نمشي للخدمة هذه السوفيستيكي باش نطور البقرة تاع الحليب بلا 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 شوف الكراج كيف راه مطور، لاصال دو تريت، الراكلور اوتوماتيك، لي زافوار اوتوماتيك. تعلمنا نقولوا من عند بوينا ودرنا يعني درت تكوين التعليم الكبير كل هنا في الفيرما هذه، تعلمنا كلش هنا في الفيرما هذه. الاعتناء بالابقار والتركيز على ضمان شروط النظافة للتجهيزات المستعملة وفي كامل الاسطبل يفرض حضورا ومراقبة مستمرة تتطلب وقتا وجهدا كبيرين. هكذا نقدموا لهم العلف كتعود تعلف هكذا في الارض كشغل راه سيالحه البقره، هكذا تزيد لك حتى في الحليب. كما نقولوا هي تحلب الصباح اكثر، الصباح تحلب حتى 13 بعدها العشيه من 8 9. مساحة شاسعة تحيط بالإسطبل يمكن أن توفر الكثير من العناء والمال، لكنها تبقى غير قابلة للاستغلال نتيجة غياب الماء. أنا راه عندي المشكل اللي عايصني الماء، لو كان عندي الماء نخرج الأعلاف منها، ما نجيب علف لا من هكا كلش نخرجه من الأرض تاعي. أنا راه عندي 6 هكتار هنا، عندي زوج كمينين نقلوا في الماء، زوج شاري ما لجا الماء. بني الصباح على 5 ينوض على لجا الماء. مثل هذه المشاريع ليست بالكبيرة، لكن الاهتمام بها وحمايتها من الزوال مع تشجيع مستثمرين آخرين على اقتحام هذه الشعبة سيسمح بتوفير مادة ضرورية يستهلكها الجزائريون بكثرة، مما يعني ضمان الاكتفاء الذاتي.